هل كان إطعامهم للمسكين واليتيم والأسير مجرد إطعام؟ أم أن تصدقهم يستطن الكثير من الإيثار والرحمة؟ كانوا بأمس الحاجة إلى الطعام لأنهم صيام، فآثروا على حبهم وحاجتهم لذاك الطعام أن يتصدقوا به قربة إلى الله تعالى لينالوا جزاء الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. لن يستطيع جواد أن يجود بمثلهم، ولا كريم أن يدانيهم بما كرموا، فهم أهل فضل عند وعد وإعاد، كرام إذا ما أنفقوا أنفدوا، وليس لعلم أنفقوه من إعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية 8 من سورة الإنسان، ماذا تستبطن من تفاسير ومداليل؟ نسلم مقاليد الكلام لنعرف أكثر إلى سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم دوما مشاهدين الأعزاء أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم سماحة عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله. مشكور حبيبي. عفو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويصادف هذه الأيام بدء صوم أمير المؤمنين والسيدة فاطمة والحسنين عليهم السلام، ومعهم جاريتهم فضة، وفاء بالنذر الذي نذروه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله كما سنرى في الروايات. والوفاء بالنذر هذا كان السبب في نزول الآيات من سورة الدهر، وفي التفصيل كما في رواية الزمخشري في الكشاف. أنا أنقل هالرواية عن الزمخشري بالكشاف عن ابن عباس بسنده المتصل عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله في ناس معه، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولديك فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا 3 أيام فشفيا وما معهم شيء. فاستقرض علي من شمعون الخيبر 3 أصوع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت 5 أقراص على عددهم، فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء، وأصبحوا صياما. فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، ووقف عليهم أسير في 3rd ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ علي رضي الله عنه بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم. فقال فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصقت بطنها بظهرها وغارت عيناها، فساءه ذلك. فنزل جبرائيل عليه السلام وقال: خذها يا محمد، هنأك الله في أهل بيته. فأقرأه السورة. انتهى حديث ابن عباس الذي رواه الزمخشري في كشافه، نقلته بالنص. والآيات المقصود بها أهل البيت عليهم السلام هو قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية فضة أكواب يسقون فيها سلسالا زنجبيلا فيها تسقى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وقلت كثيرا عالية ثياب سندس خضر وأستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربه شرابا طهورا إن هذا كان لهم جزاء كان سعيهم مشكورا. الآية في شأن أهل عليه السلام اللي روت عن المشري ونعت بألفاظ متعددة وأصل الخبر موجود في السنة الربيعية سواء في التأليف والتراجم والحديث والمناقب ومن رواته من الصحابة والتابعين أمير المؤمنين علي عليه السلام عبد الله بن عباس زيد بن أرقم سعيد بن جبير الأصبع بن نباتة قام مولى أمير المؤمنين ومجاهد عطاء صالح قتادة والضحاك إما رواه من المعاصرين كثيرون أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الحبر الكوفي في تفسيره القرطبي مالك في كتاب عقد الطبراني كما في طريق الحافظ أبي معين الحافظ الحكاني والحاكم السابوني كما في طريق الحسكاني أيضا وعبد الغني بن سعيد وابن المردوي الأصفهاني تفسيره وابن نعيم الأصفهاني والثعلبي في تفسيره الكبير والجوهري كما نقل عنه الحسكاني وابن المغازي الشافعي في كتاب الناقد والواحد في تفسيره والحميدي في كفاية الطالب واللغوي في تفسيره مخشري في كشافه والخطيب أخرق خوارزمي في مناقب والفخر الرازي في تفسيره الكبير وابن الأثير في مسد الغابة في ترجمة فضة وابن الجوزي في تذكرة الخواص والقاضي البيضاوي في تفسيره والنسي في تفسيره وكلهم كثيرون بل إن بعض المفسرين صرحوا بشهرة هذا الخبر ونسبوا روايته إلى عموم المفسرين فقد قال القرطبي في تفسيره ما نصه وقال أهل التفسير نزل في علي وفاطمة رضي الله عنهما وجارية لهما اسمها وجارية لهما اسمها الله وقال سبط بن الجوزي قال علماء التأويل فيهم نزل وقال الألوسي والخبر مشهور بل إن بعض المفسرين لم يذكر رأيا آخر في الآيات حيث قال النسفي في تفسيره بهامش تفسير الخازن ما نصه نزلت في علي وفاطمة وفضة جارية لهما لما مرض الحسن والحسين رضي الله عنهما نذروا أن يصوموا ثلاثة أيام فاستعرض علي رضي الله عنه من يهودي ثلاثة أصبع من شعير فطحنته فاطمة رضي الله عنها كل يوم صاعا وخبزت فأخذوا بذلك ثلاثة عشايا على أنفسهم مسكينا ويتيما وأسيرا ولم يذوقوا إلا الماء في وقت الإفطار انتهى كلامه ولم يذكر رأيا آخر وقد تدار الشعراء الأوائل في ذكر هذه الحادثة في أشعارهم حيث يقول السيد الحميري ومن أنزل الرحمن فيهم حتى لما تصدوا للنذور وفاء وقال سبط بن الجوزي سمعت جدي ينشد في مجالس وعظه ببغداد سنة 596 بيتين ذكرهما في كتاب تبصرة المبتدي وهما أهوى عليا وإيماني محبته كم مشرك دمه من سيفه وكفى
إن كنت ويحك لم تسمع فضائله فاسمع مناقبه في هيئة وكافة. وقال ابن طلحة الشافعي: هم العروة الوسطى لمعتصم بها، مناقبهم جاءت بوحي وإنزال، مناقب في الشورى وسورة هيئة وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي. هذا في الأشعار. وقد اعترض كعادته وديدنه ابن تيمية الحراني على كل هذه النقولات، فقال بكل جرأة، سأنقل كلامه بالنص، سؤال: إن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث الذين هم أئمة هذا الشأن وحكامه، وقول هؤلاء هو المعول في هذا الباب، ولهذا لم يروى هذا الحديث في شيء من الكتب التي يرجع إليها في النقل، لا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في الجوامع ولا في السنن. ثم يقول: إن الدلائل على كذب هذا كثيرة، منها أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة، وسورة الأتى مكية باتفاق للتفسير والنقل، لم يقل أحد منهم أنها مدنية. إنها كلام ابن تيمية. نقول: عميت عين لم ترى كثرة نقل ناقلين لهذا الحديث في الصحاح والمسانيد والسنن، وقد ذكرنا نتفا يسيرة منها، فهو إما أنه لم يطلع على ذلك، أو أنه مكابر كعادته، والأربح عندي هذا الخير. أما قول سورة مكية باتفاق أهل العلم والتفسير والنقل، فتعال وانظر إلى هذا الاتفاق الذي زعمه ابن تيمية الحراني. فهذا البغوي في تفسيره يقول: مدنية وآياتها 31. وقال الألوسي في روح المعاني في تفسيره: قال مجاهد وقتادة مدنية كلها، وقال الحسن وعكرمة وكلي مدنية إلا آية واحدة مكية وهي لا تطع منهم آثم أو كفور، وقيل مدنية إلا من قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك. وقال الشوكاني في فتح القدير ما نصه: مدنية وهو قول الجمهور، كما جزم بذلك أي أنه قول الجمهور القرطبي في تفسيره، كما نقل الألوسي عن ابن عادل أيضا أنه قول الجمهور. وبهذا يظهر تدليس ابن تيمية خاصة، وأنه قد ناقض نفسه كونه يعتمد في كتابه منهاج السنة على تفسير البغوي من بين المفسرين، والبغوي بالتحديد هو القائل بأن السورة مدنية. ثم لو تنزلنا عن كل ذلك، نحن نتعقل أن يكون في مكة مسكين ويتيم، لكن هل كان لدى المجتمع المكي عموما أو للمسلمين خصوصا أسرى في مكة؟ ما يجي وإنما كان للمسلمين أسرى في المدينة بالإجماع، فكيف تكون سورة مكية؟ ولعلم ابن تيمية ببطلان حجته سؤال آخر شيء، قال: إن عليا وفاطمة لم يكن لهما جارية اسمها فضة، بل لأحد من أقارب النبي صلى الله عليه وآله، ولا نعرف أنه كان بالمدينة جارية اسمها فضة، ولا ذكر ذلك أحد من أهل العلم. انتهى كلام ابن تيمية. سبحان الله وتعالى، لأن له في خلقه الشؤون والشجون. أنقل بين يديكم عبارة ابن الأثير بالنص، حيث يقول في أسد الغابة في معرفة الصحابة: فضة النوبية جارية فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن الأثير. ابن حجر في كتاب إصابة في معرفة الصحابة ما نصه: فضة النوبية جارية فاطمة الزهراء. ثم تجد ذكر فضة في كتاب الفوائد لابن صخر، وفي كتاب المستغيثين لابن شكوال، بل في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم فضة دعاء رواه عنها المحدثون. وبهذا يظهر تهافت ما قاله ابن تيمية. ومن المشككين أيضا ابن الجرزي، حيث قال: ما مثاله؟
يكذب الخبر، قال لا يجوز تجوير الطفلين الحسن والحسين ومنعهم من أكل الطعام. فرد عليه صبط ابن الجوزي ابن بنته بما نصه: والعجب من قول جدي وإنكاره، وقد قال جده في كتاب المنتخب: يا علماء الشرع، أعلمتم لما آثرا وتركا طفلين عليهما أثر الجوع؟ هل تراهما خافي عليهما خبر؟ ابدأ بمن تعود، ما ذاك إلا لأنهما علما قوة صبر الطفلين وأنهما غصنان من شجرة الظل عند ربي، وبعض من جملة فاطمة بضعت مني، وفرخ البط سابح. انتهى كلام صدق ابن الجوزي. حقيقة لسنا في صدد الأخذ والرد بأكثر من هذا ظنا بوقت المشاهد الكريم، فالحق يحمل في طياته دلالته وليس بحاجة إلى برهان وإظهار. أما دلالات الآيات فهي تدل على سمو قدر هؤلاء الأبرار، فيوصف بوصف يعني دقيق لعظيم منزلتهم. فهم يشربون يوم العطش الأكبر شرابا طيبا طاهرا ممزوجا بالكافور، والكافور هنا هي عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير، وقيل لأن فيها بياض الكافور، وهي تتفجر بإرادتهم دون مشقة أو عناء، وقد استحقوا ذلك لأنهم يوفون بالنذر، فمن وفى بما أوجبه على نفسه كان بما أوجبه الله تعالى عليه أوفى. ووفاؤهم نتيجة خوفهم من يوم كان شره مستطيرا، فهذا الخوف وضعهم نصب أمر ربهم وناهيه، وهي منزلة المعصومين عليهم السلام، لأن حضور الخوف من الله الدائم فضلا عن كونه يوجب العصمة فإنه لا يكون إلا للمعصومين عليهم السلام. وبعد أن شهد الله لهم بأنهم يوفون بالنذر وشهد لهم بالخوف من يوم القيامة، شهد لهم ثالثة بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والمعنى أنهم يطعمون الطعام على حبهم له لشدة جوعهم بسبب صومهم ثلاثة أيام لا يذوقون سوى الماء، وهذا كقوله تعالى: وآتى المال على حبه، أو قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإما مقصود إطعام الطعام على حب الله عز وجل لأنه الحاضر الأكبر في نفوسهم، ذلك الحضور الذي يصغر أمامه الجوع والعطش وحاجات النفس في الدنيا. وكانت الشهادة الكبرى حين كشف الله عن نيتهم صافيا لجميع خلقهم ناقلا قولهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فلا نريد جزاء بفعل أو شكور بقول، ذلك أن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فبشرهم الله بيقينهم هذا جملة من البشائر، منها أنه تعالى: وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولم يكتفي بذكر الجنة بل فصل فيها بكيفية جلوسهم ورفاهيتهم من حيث المأكل والمشرب والجلوس. فما عسى أن يقول قائل بعد قراءته لهذه الآيات المباركات إلا أن يحمد الله على المقام الذي وصله أهل البيت عليهم السلام. والقصة ليست أرغفة من الشعير بمقدار ما هي نفوس صابرة على حكم الله عز وجل ألقت للبشرية حجة دامغة لله تعالى. بقي أمر أخير يبعث في نفوسنا طمأنينة كبرى، وهو شمول هذه الرحمة التي أصابت أهل البيت عليهم السلام من تعلق بعروتهم الوثقة، حيث إن فضة الجارية التي تأست بهم شملها الله بعطفه كرما لهم وتبيانا لحقهم وحثا للناس على أن يسلكوا درب فضة في خدمتها لأهل البيت وتأسيا بهم ووفائها بالنذر معه، وهو درس لكل موال يحب أن يحشره الله في زمرتهم. فنسأله سبحانه أن نكون منهم
إنه سميع مجيب. أحسنتم سماحة الشيخ. أحسن الله إليك. شرحكم يشرح الصدور. العفو الله يخليك. على كل نرحب بكم من جديد وكذلك المشاهدين الأفاضل. سماحة الشيخ، يعني هذه الحادثة كما تفضلتم وذكرتم، يعني لماذا تستوطن أو تكون سبب لنزول آية قرآنية؟ هذا الوفاء بالنذر سبب لنزول آية أو سورة قرآنية؟ يعني أولم ينذر المسلمون على في حياة رسول الله؟ حصلت نذور. أولم يتصدق المسلمون؟ تصدق المسلمون بأكثر من 5 أرغفة من الشعير، حتما في صدقات أكثر من ذلك بكثير. لماذا اختص هذا البيت بهذا التفصيل؟ أنت أمام قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وفي حادثة حدثت كانت سببا لنزول هذه الآية، والحادثة هي إطعام المسكين واليتيم والأسير، مش إطعام عنوان المسكين واليتيم والأسير، إطعام مسكين بعينه ويتيم بعينه وأسير بعينه. أنت هنا يجب أن تنظر إلى جملة أمور. أولا، من هو المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى أراد للحادثة أن تتلى قرآنا إلى يوم القيامة، في شك في ذلك؟ أطلق. في مسكين ويتيم وأسير عبر عنهم القرآن بدون ألف لام، ليقول إن المسكين واليتيم والأسير أشخاص بعينهم، لكن القيمة ليست لمسكنتهم ولا ليتمهم ولا لأسرهم، القيمة في مكان آخر. أين هي القيمة؟ قيمة الأشخاص الذين يوفون بالنذر ويطعمون الطعام ويخافون يوما عبوسا قمطريرا. إنما نطعمكم لوجه الله، هذه الصفات التي أوجبت هذا الجزاء بين الله الحادث، وبين الصفات التي أوجبت هذا الجزاء العظيم. طيب، أولم يكن من المسلمين من يخاف يوما عبوسا قمطريرا أو يصوم أو يتصدق؟ كان بعد في قلب الآيات أمور يجب أن نستجليها. الله كشف عن نواياه وتكلم بلسانه، وإنما في اللغة تفيد الحصر. نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم ولا من غيركم ولا من أحد جزاء ولا شكور، بفعل أو شكور بقول. يعني هؤلاء خرجوا من ذواتهم أيها السادة، لا وجود للأنا على الإطلاق عند هؤلاء، وهي النقطة المركزية. إنما نطعمكم لوجه الله، ضمير نحن، لا نريد منكم جزاء. إذن النية خالصة لله تعالى، ولا وجود لذواتنا. قد يحسن المرء فيعجبه إحسانه، وهو أمر حسن أن يعجب المرء بفعله، حثنا عليه الشرع. والله يعرف نوايا أهل البيت، فلماذا الكشف؟ كشفها للمسلمين، كشفها للقراء، كشفها للعالم، أن هذه النية وهذا الإضمحلال الأناني، ما في أناني، هي التي جعلت هذا الجزاء يكون. جزاهم الله بما صبروا، أضف الجزاء، أحسن الجزاء، وأعطي فصل سبحانه وتعالى في ما سيلقيه.
طيب ما قيمة 5 أرغفة من الشعير؟ قد يقول قائل هم على الهمج انه شيخنا طيب ما في 3 أصوات طحنت صاع وجوعانه بتقوم تطحن الثاني. في روايات ادق استقرض من يهودي مقابل عمل، فكان امير المؤمنين يعمل في مقابل صاع فلم يستوفي العمل اليوم فلم يستوفي العمل للصاع الاخر. نعم واضح. هذه هو الروايه يوقف عندها طبعا. وصاروا يشككوا انه الحسن والحسين صاموا اطفال او لا، هذا حكي له باب اخر. الحسن والحسين اماما قاما ام او قعدا ام قعدا. بكل الاحوال نحن لسنا امام ارغفة شعير، امام نفوس عظيمة وقفت خلف هذا العمل الذي كبر بكبر نفوس اصحابه. والا في امور صغيرة جدا شوف كيف كبرها القرآن الكريم، وفي امور كبيرة صغرها القرآن الكريم. نعم. وين؟ أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون؟ شو عمل فيه لفرعون الله؟ اسرائيل رجل واحد اسمه يعقوب، شوف كيف الله كرم بنيه وكثرهم وامدهم بالانبياء والرسل. الموضوع مو من يكبره الله يكبر ومن يصغره الله هو الصغير. نعم بالله. اتجاه الله سبحانه وتعالى لهذا البيت النبوي كرسهم في صدارة العطاء بغض النظر عن قيمة العطاء والمعطى له، صار في رب يصف معطي. وهنا لا نملك إلا أن نطقطق كما تقول الزيارة، طقطق كل شريف فخري. أحسنتم سماحة الشيخ. أحسن الله إليكم. نبدأ بالاتصال الأول من الأخ ماهر من باب. السلام عليكم ماهر. ماهر. السلام عليكم أخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. تحياتي لجنابكم ولا سماحة الشيخ. شكرا لكم، تفضل. حياكم الله، تفضل. سماحة الشيخ عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول، بكر ابن الإمام علي رضوان الله عليه. من هو؟ الإمام علي عليه السلام. ما الموقع الذي استشهد فيها وأين مكان دفنه؟ من هو؟ بكر ابن الإمام علي. الإمام علي سلام الله عليه. نعم. الموقع الذي استشهد فيها. السؤال الثاني. السؤال الأضحية مهداة من شخص، هل يجوز التضحية فيها أم لا؟ نعم واضح أخ ماهر، شكرا لكم على هذا الاتصال. ننتقل إلى اتصال آخر من الأخ سبهان من العراق. سبهان السلام عليكم. سبحان السلام عليكم سبحان، اذا كنت تسمعنا. يبدو تعذر الاتصال. معنا الان سمير من العراق. السلام عليكم سمير. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. تفضل اسمعك اخ سمير، تفضل. سؤالي يتعلق بالخمس شيخنا. تفضل حبيبي. انا متزوج مع والدتي. لا امتلك دارا. لا امتلك دارا وعندي رأس خمسية. السؤال هو اريد ان اقوم بشراء قطعة ارض سكنية. ولكن اما ان اتركها فاقوم ببيعها. نعم. بعد ان يرتفع سعرها. أو هذه تحتاج إلى فترة طويلة، هل يجب فيها خمس أم لا؟ نعم،
هل من فضل الاخر احسنين؟ نعم شكرا. قاضي من العراق، السلام عليكم قاضي. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بكم قاضي، تفضلوا. سؤالي الى حضرة الشيخ محمد كنعان الله يحفظه. نعم حفظك الله، تفضل مولانا. يا في اخر سورة السجدة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم انظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. نعم. الايتين اللي قبل الايه الاخيره يقال انها في يوم خروج الجماعه عليه السلام. لكن الخطاب في اخر السوره لمن؟ هذا السؤال. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. نعم. السؤال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم في حديث عن ذكر نبي الله يونس ولولا انه كان من المتبعين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ارضاه مع القول الشائع بان كان نبي الله يونس هو في الحوت في بطن الحوت يستجد لامير المؤمنين. نعم. فان الايه تقول ولولا انه كان من المتبعين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فالتسبيح والاستنجاد لامير المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا عدي من العراق، السلام عليكم عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله عدي، تفضل. السلام الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال للشيخ، سؤال للمرزق. تفضل تفضل. السؤال الأول، المقطع الأخير من صلاة أبي حسن الغراب أرجو شرحه. وصلي على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم، ما المقصود بوليك ومن ولاة عهدك والأئمة من ولده؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، يوم لا يعذب عذابه أحد، ما في سورة الفجر، ما المقصود، من هو؟ نعم. من هو؟ هل هو إبليس أم غيره؟ واضح أخ عدي، شكرا لك على الاتصال. حيدر من العراق، السلام عليكم حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والإكرام. شكرا يعني. شكرا أستاذ أحمد. الحمد لله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام والإكرام. تفضل حبيبي. الحمد لله رب العالمين. قبل يوم الخميس، يوم الجمعة إن شاء الله، الخميس تبين تشوف الجمعة. وتقعد بميرة ومسحهم الله عليه، وقلتك دعاء الندبة وحضرتك معي بالدعاء الندبة. دعيتك انت والاستاذ احمد بشرفي. شكرا لكم. جزاك الله خير. ونحن بحاجه الى دعاء. وعندي في السؤال رحم الوالدك جاوبني عليه. تفضل حبيبي. ان شاء الله. تفضل يا اخي تفضل. انا قاعد بايجار، بيت ايجار. لك. ويجوز لي اني الخمس، انا ايجار عندي وعائله بالوكي هذا، فواجب علي الخمس انا اخمس. ما استوعبت سؤالك، ما دخل الجار بالخمس؟ أنا عندي قاعد بيت إيجار، عندي صاحب عائلة. بيت إيجار. أنت قاعد ببيت إيجار. نعم. إيه وصاحب عائلة، يعني أكد على عائلتي، فأنا واجب علي أن أخمس. نعم. واضح أخ حيدر. اللهم يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله، بحق محمد والله. يا أخ حيدر، تفضل سماحة الشيخ إن كان بالإجابة. على الأخ ماهر. أولاً أخ ماهر، بدنا لا يوجد حقيقة نصوص متفق عليها حول عدد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام وأسماءهم. قيل إن لأمير المؤمنين ولد اسمه أبو بكر، ولقبه استشهد مع أخيه الحسين عليه السلام في كربلاء، وورد اسمه في بعض الكتب. من هنا أنا لا أستطيع الجزم ولا أتصور أن هناك من يستطيع أن يضع لك أسماء أبناء أمير المؤمنين عليه السلام جازما على نحو الجزم، وإنما هي روايات حتى من طرق الشيعة متضاربة، فيها بعضها فيها زيادة، بعضها فيها نقصان، بعضها فيها بعضها يصل أولاده إلى 27، بعضهم يقولون 17، بعضهم يقول وهكذا. لذلك لا يمكن أن بحدود ما تتبعت لا يوجد للإمام ولد اسمه بكر، في ولد كني بأبي بكر كما يقول بعض المؤرخين، هذا إن كان المقصود هو فقد استشهد مع أخيه الحسين في كربلاء. يوم كربلاء. الأضحية مهدات
المهداة من شخص إلى شخص. ما المقصود بالأضحية؟ الأضحية مرة تكون مستحبة ومرة تكون واجبة. متى تكون الأضحية واجبة؟ لمن كان حاجي تمتع يوم العاشر من ذي الحجة، عندما يفيض من المزدلفة يقوم بثلاثة أعمال: يرجم العقبة الكبرى، ثم يذبح أو ينحر. الأضحية هي يوم عيد الأضحى يجب عليه، ولا يمكنه تقصير شعره أو حلقه إلا بعد إنجاز ذلك الفعل. هذا واجب بحق الحجاج. طيب، من لا يحضر موسم الحج يستحب له الأضحية. فإن كان في الحج يمكن لحاج أن يهدي لحاج أضحيته، نعم يجوز لي أن أبذل للأستاذ أحمد غزال رفيقي في الحاج ثمن أضحيته أو أعطيه أضحية فهدي، فحتى لو كانت واجبة أمكنه قبولها والقيام بالفعل. وإن كان على نحو المستحب، نحن عدلين بيروت ما رحنا للحاج، بعت لي هو الخاروف يوم العيد، أمكنني أن أضحي به، ما في مانع أبدا من ذلك. الأخ سمير متزوج ويسكن مع والدته ولا يمتلك دارا. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لك ولكل الموالين أن تمتلكوا دورا، لأنه من سعادة المرء في الحياة الدنيا أدار الواسعة والمرء الصالح. يقول أنا أريد أن أشتري قطعة أرض. ليش تشتريها؟ هنا أسألك لماذا أشتري قطعة الأرض؟ يقول أنا أتركها حتى يرتفع ثمن العقار فأبيعها. إذن أنت أصبحت تتاجر بمال فائض عنك، يجب عليك تخميسه إذا حلت رأس سنتك الخمسين وكانت الأرض في ضمن مالك، يجب عليك تخميسه. وإنها بدأت تشتريها لتعمر عليها وتسكن، فإن عمرت عليها وسكنت في نفس السنة فلا شيء عليها، هذا حاجتك. وإن لم تعمر عليها في نفس السنة أيضا هي فائضة عن حاجتك، فيجب فيها الخمس. نعم. أخ كاظم. كاظم العراق. حقيقة السؤالان سؤاله يحتاجان إلى حلقتين. الطبراني في الأوسط الآن يحضرني ينقل رواية عن عمر بن الخطاب هي التالية: جمع عمر أيام خلافته وجوه المهاجرين والأنصار، وجوه القوم، من ينقل الرواية؟ ابن عباس، عبد الله بن عباس. الطبراني ذاكرها كالتالي: فدعاني عبد الله بن عباس، دعاني عمر ليريهم مني وامحي، ليريهم مني. كملت الجملة ما ناقلها الطبراني، ليريهم مني ما يسرهم ما يسوؤهم، في كلمة ناقصة. خلي يقول مش ناقصة، ليريهم مني علما بس، أو حرف مضمر شيء، بس هاي العبارة بالضبط. أجلسهم عمر وابن عباس حاضر، قال: ماذا تقولون في سورة الفتح؟ سورة الفتح نزلت قبل وفاة رسول الله ب18 يوم، وكان فتح مكة قبل سنتين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لا، سورة النصر يعني، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. آخر سورة نزلت بعد يوم الغدير سورة النصر. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سألهم عمر، قال: ماذا تقولوا؟ قالوا: الفتح فتح مكة ونعيد إلى النبي نفسه.
جواب المسلمين شو؟ الفتح فتح مكة ونعي إلى النبي نفسه. عمر بيعرف، قال ماذا تقول يا ابن عباس؟ ابن عباس ولد قياسا على الشيبة، قال نعيت إلى النبي نفسه والفتح فتح مكة. شو الفرق؟ الفرق أنه الصحابة كانوا يعتبرون أنها تتحدث عن فتح رسول الله لمكة، ابن عباس يقول إنه فتح جديد، وفاة النبي نعي إلى النبي نفسه والفتح فتح مكة. فليش دعا عمر ليقول له إن هناك وعد في القرآن بفتح مكة؟ فديروا بالكم، ها، ما عندي مانع أنا أن أفتح مكة على رؤوسكم إذا تخالفوني. لذلك فهمنا كلمة الطبراني فدعاني ليريهم مني. ها بعد كل هذا الفتح يقولون متى هذا الفتح؟ إذا كانت مسألة الفتح متداولة منذ زمن رسول الله. شو هو الفتح؟ هو يوم الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه عندما تملأ الأرض قسطا وعدلا. والذي يكذبك يا محمد بهذا بأننا لو بقي يوم من هذه الدنيا لطول الله ذلك اليوم، أعرض عنه. وهو تكليف النبي وتكليفنا أن نعرض عن كل من يكذب بحديث الفاتح. هذا بعض ما يمكن لي نقله لك، يعني ما اختزنته في ذاكرتي حول مسألة الفاتح. فتح جديد وتجدها في روايات القرآن. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. ببطن الحوت. الحوت في القرآن ما هو؟ نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. شو هو الحوت؟ هو اللحم السمك المملح، فجرت عليه ماء الحياة فاتخذ سبيله في البحر سربا، أو لا حوتهما يعني قاربهما الصغير نسياه فاتخذ سبيله في البحر. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. أسئلي يجب أن أتتبع الروايات، ما هو هذا الحوت؟ ما المقصود به؟ ما المقصود به؟ ثم في حوت يبقى إلى يوم يبعثون؟ يعني هل جعل الله في البحار حوت يطول به العمر من زمن على الأقل أيوب إلى يوم يبعث الله الأجداث في؟ ممكن. ماذا تقول الروايات؟ الروايات يجب التمحيص فيها. بدك تعرف ما هو الحوت؟ ترى ما الذي يبقى داخل شيء إلى يوم يبعثون؟ لنفرض أنا ما بدي أتأول شيء، بس عم بضرب مثل في إخواني المشاهد مثل، ها، لنفرض أن مركبة فضائية في المدار خرجت من مدارها ومات من فيها وسرحت في الفضاء. ترى ولا يبقى هؤلاء القوم في بطنها هياكل عظيم من التراب؟ بدك إيه؟ إلى يوم يبعثون. يمكن. إذا يمكن تعقل معنا، أنا جبت كمثال. نعم. فلا بد لنا من تتبع الروايات. سؤال أخونا ليس هنا، أنه التسبيح أوجب خروجه من بطن الحوت وعودته إلى دياره إلى قومه إلى أرضه. الله ذكر التسبيح. طيب سبح الله بماذا؟ سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. هذاك أيوب. ترى أولم يتوسل إلى الله من جملة تسبيحه وتهليله وتمجيده؟ ألا أولم يتوسل إلى الله بأعز الناس وأقرب الناس إليه وهم محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم؟ ما المانع من ذلك؟ عندنا الروايات تؤكد أنه توسل بمحمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم.
اسمح لي بفصل سمحت ثم نتابع. مشاهدينا الاعزاء وقفه قصيره هذا الفصل ولنا من بعدها عوده، لطفا منكم لامرا عليكم كونوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مشددا اهلا بكم صراحه الشيخ. توقفنا عند عدي سمحت الشيخ. عدي المقصود بولاة عهدك ولا امتي من ولدي طبعا المقصود به امير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه. لا يمكن ان نتصور عهد الله وميثاقه الا في هذه الذرية والأئمة من ولده. تكليفنا حبيبي كالتالي، ان الأئمة بعد رسول الله 12 اولهم علي واخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لا، ماذا يحصل بعد خروج المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ حقيقة في أمور بالروايات مذهلة، لكن لو قال لنا المهدي إن فلان يقوم مقامي خلص يجب أن نصاع أمر المعصوم. مش بس مسألة أمر المعصوم، واقعا في الرواية ذكرتها لإخواني المشاهدين، كلما قرأتها كلما صغرت نفسي. آمين. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخرج لهم بعد نزوله الكوفة، يخرج لهم أسطوانة من ذهب فيها رسالة من رسول الله، وأنا أعلم ما في الرسالة. الإمام الصادق يقرأها عليهم فينفض عنه أصحابه حتى 313، فلا يبقى إلا النقيب واحد من 12 والوزير الأعظم الكبير، يغيبون عنه يومين فيعودون. لا تحتمل عقوله مضمون الرسالة في شغلات صلوات الله وسلامه عليه. في عهد، ولاة العهد هم أبناء علي عليه السلام. نعم. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. هنا عم يحكي عن شخص بعينه. من هو؟ لم يسميه القران. طيب اذا كان الله تعالى لم يسميه، تريدني ان اسميه انا؟ اذا كان الله قد غض عنه طرفا، لكن اوصافه ليش لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه، يوثق وثاقه احد؟ لأنه فعل ما لم يفعله أحد. في عندنا رواية ينقلها سليمة بن قيس الهلالي في كتابه أنه يؤتى بإبليس يوم القيامة وقد زم بزمام من نار، يؤتى برجل وقد زم بزمامين من نار، فيقول له إبليس ويحك لك أنا الذي أضللت الأولين والآخرين مزموم بزمام واحد، فمن أن؟ يقول نعم أنا الذي أمر الله فعصي وأمرت فأطعت. هذا الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثقه أحد. طيب يبقى عندنا أخ حيدر، حيدر من العراق، قاعد ببيت للإيجار. الآن سواء كنت في بيت للإيجار أو في بيت المجر، لا دخل للخمس في هذا الموضوع. متى يجب عليك الخمس؟ إن فاض عن مؤونة سنتك شيء، يعني أجار بيتك ومنت عيالك وأكلك وشربك في هذه السنة 10,000 دينار، أنت معك 12,000، يجب أن تخمس الألفين الزائد بكل بساطة، سواء كان البيت إيجار أو البيت ملك، كونك مستأجر أو هذا لا يعني أنه لن يفيض عنك شيء. فما يفيض عنك يجب عليك تخميسه فاضل المؤونة كما ينص الفقهاء. نعم. اسمح لي الشيخ نبدا بفقره جديده من الاتصالات. نعم. معنا اخ ابراهيم من لبنان. السلام عليكم ابراهيم. بس يوطي التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتمنى اخ ابراهيم منك لو تكرمت بس توطي شوي صوت التلفزيون. السلام عليكم. انا غلبتنا بوقت الحلقه كرمال تقريب الساعه، ما اعرف. مع انه نبهنا الاسبوع الماضي
نبهنا الأسبوع الماضي إلى هذا. أرجوك تخفف التلفزيون تسمعني من التلفزيون. أحسنت، رحم الله والدك. تفضل موضوعك. في سورة الأحقاف. نعم. بيحكي يعني بدي أقول هي كلها بأولى، وقت صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، بس إنه مش نزل من بعد موسى الإنجيل. بس هذا السؤال رحمة الله. نعم، أهلا بكم إبراهيم، شكرا لكم على الاتصال. عمار من قطر، السلام عليكم عمار. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. عمار تفضل. سيدي الكريم وأمور الشيطان مولاك رسول الله يا حبيب تفضل. بسم الله لي بحق مقولة من نفسي نقولها بكمل نعم يعني لو صدقهم يرحبوا ويسمعني بها. تفضل حبيبي. سيدي مولاي لو شاء الله أن إنكم عصرتوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله لكان قال فيكم كما قال في سلمان الفارسي. لا أرجوك 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 رحمة الله، أنا أقل الناس رحمة الله، لا تقسمني بذلك، يعني أنا أعلم بنفسي من جنابه. ممنونك، شكرا شكرا، لكن يعني أصغر من هذا بكثير. رحم الله والديك، أرجوك يا أخ عمار. وجهك وجهك هذا ما كنت أريد أن الله يرحم والديك، والله تعطيني أكثر ما بستاهل. أشكر أخي. أنا آمل آمل من أحد من متعلقي أئمتي أن يأخذ بيدي حين موتي وفي قبري وفي طال الله يوم بعثنا مولانا، والله ما ندري، الله يعطينا حسن العاقبة، الله يعطينا حسن العاقبة. علي من كربلاء، السلام عليكم علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخي علي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعود بن زعمان علي. تفضل. أحمد تفضل. رحم الله ربك. الرواية روايتها التخانية عن الإمام المهدي عليه السلام. نعم. ما هو السبب أنه ينفرون أفارق الإمام عنهم؟ نعم. السؤال هذا. السؤال الثاني. نعم. ما هي الدرجة العلمية التي يتحدى بها القاري عندما يكون قارئا؟ نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك أخ علي. أم محمد من العراق، السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. تحياتي سماحة الشيخ. حياكم الله. عندي سؤالين. نعم تفضل. الله يخليك. السؤال يعني هل هناك أكو فرق بين الإمامة والوصاية؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني عن المباهلة، أشوف أنه يوم المباهلة لا يقل عن يوم الغدير، ولكن يعني ما يذكر ولا يعرف للناس يعني يوم المباهلة وكيف باهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم. شكرا جزيلا. هلا ومرحبا. إيماننا من النجف الأشرف، تفضل إيمان. سلام الله على علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام والإكرام. عندي سؤال، الآية الكريمة سورة البقرة عندما قال الله سبحانه وتعالى الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد ويمسك الدماء، هل إن يعني أصل الخلقة أو أصل هي الإفساد والسفك الدماء وال يعني هاي الصورة السلبية لبني البشر، ليش يعني ذكرتها الملائكة ما ذكرت إنه هناك أنبياء ومصلحين يعني للبشر، ليش بس هذه يعني الحاجة البشر إنه سادوا وسفك الدماء. نعم واضح. شكرا لك. شكرا. أيضا معنا أم محمد من كربلاء المقدسة، السلام عليكم أم محمد. السلام على الحسين وعلى أبي الفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. تفضل أسلام. بيقول لي أنا الطلاق الغيابي الرجعي. الطلاق. يعني مثل عندي زوجي يعني كم مرة الطلاق الغيابي رجعي وفي عدة يعني. يعني صار أربع مرات وبس الخامسة يعني ألم، ما كنت ألم يعني الطلاق بس بأسمع عدة يعني. نعم نعم. يعني وثلاث مرات طلع واحد مني في الغود يعني العدو يعني يسمع منها.
قال له بعد يعني بعض الشيء وانه يعني بالعربي قال له بان اللي راح بيسمع بها غناء يعني من شهود العيون يعني يعتبر طلاق باطل. ان شاء الله واضح واضح الامر. شكرا لك ام علي من لندن. السلام عليكم ام علي. ام علي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم علي تفضلي. رجاء شيخ أنا عندي بعض الأسئلة بخصوص سورة هل أتى. نعم. السؤال الأول ذكرت في السورة عينا يشرب بها عباد الله. نعم. يعني عادة العين يشرب منها فلماذا ذكرت يشرب بها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سقاهم ربهم بينما في سورة أخرى في آية أخرى يقولون على الكفار وسوقوا ماء حميما بينما هنا سقاهم ربهم، فشو معنى سقاهم ربهم؟ الشيء الآخر سيد الشيخ أنه نحن نحب آل البيت، فكيف نجسد حبنا لآل البيت؟ يعني ماذا نعمل كي نريهم حبنا وكيف نتمسك بعروتهم؟ هذا السؤال الثالث. وآخر شيء أنا أتمنى من كل محبي آل البيت ومحبي الإمام علي أن يحفظوا هذه السورة، لأن هذه السورة تخص الإمام علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين. وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك على الاتصال. آخر اتصال نعم من أم سيف من كربلاء. السلام عليكم أم سيف. عليكم السلام. شكرا. الحمد لله تفضلي أختي الكريمة. بلا زحمة عندي سؤال حول رواية. نعم. يقولون أنه فاطمة الزهراء سلام الله عليها السلام. ما كانت حامل بالمحسن. ممكن توضحون هذا الشيء لأن أكثر الناس يتناقلوا ويسولفون عن هذا الموضوع. إن شاء الله. شكرا لك أم سيف. تفضل سماحة الشيخ معنا إبراهيم من لبنان. إبراهيم من لبنان سأل عن مسألة الجن الذين سمعوا إلى القرآن الكريم فولوا إلى قومهم منذرين. كان مفاد قولهم أنه وجدنا كتابا جديدا بعد الذي أنزل على موسى. هذا له دلالاته. يدل على انهم جن يهود لم يؤمنوا بكتاب عيسى صلوات الله وسلامه عليه. هذه دلالة. او انهم يريدون ان يبينوا لقومهم هيمنة هذا الكتاب الجديد، لأنه كان قد تبقى صحف إبراهيم كان قد تبقى التوراة والإنجيل ومصدر لما بين يديه من التوراة والإنجيل ومهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فذكروا الأقلام لأنه إذا كان مهيمنا فهو مهيمن على الكل، فذكروا الأقدام. أنا أرجح ما رواه بعض المفسرين من أنهم هؤلاء هم جن يهود آمن بعضهم، وفي من الإنس أمثلة على ذلك، يعني الآن الحوائج السبعة المدينة التي ملكها رسول الله وملكها فاطمة في حياته عندما قال له الله تعالى وآت ذا القربى حقه نهار الحوائج السبعة له خير اليهودي خير بني يهود حارب معه واستشهد في أحد. نعم. علي من كربلاء يسأل عن الرواية التي ذكرتها ما هو سبب نفورهم عنه؟ والله لو كنت أعلم ذلك لاحترزت. نعم. لنفسي. بس يبدو أحيانا قد يؤمر أحدنا بأمر لم تألفه نفسه إخراجا للكبر من النفس. شو بيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه؟
شاء الله لجعل بيته الحرام زبرجدة خضراء على يهودة حمراء في بلاد أساتين وطرقات عامرة، وإن جعل في أوعر بلاد في أوعر أرض الله لا ينبت فيها شجر ولا يستقر فيها حجر، كثبان من الرمال قاحلة قاحلة، يا الله لقوا فيها نبعة ماء اسمها زمزم، يوم اروي يشحن الماء من مكة الى عرفة ليشرب الحجيج، اجعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لا اخراجا للكبر من نفوسهم، كذلك صنعه في السماء، لو شاء لخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه، ومسك يأخذ بالأنفاس عرفه، ولفعل لخفت البلوى به على الملائكة، الله ابتلاه، مخلوق 180 سنتيمتر جدول، مخلوق من طين، واعتبروا بمكان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 عام لا يعلم من سني الدنيا أم من سني الآخرة عن ساعة كبر واحدة، أكان الله مدخلا الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا؟ كلا وحاشا، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، كما ابتلي من أتى قبلنا من الملائكة والناس، أيضا الإمام سيكون موضع ابتلاء أصحابه، بشو؟ بما ابتلي به، بما لا تألفه نفوسهم، الله لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا على حبهم وولائهم بحق محمد وآل محمد، الله لا يبتلينا بما يخرجنا عن دائرة الولاية. ما هي الدرجة العلمية التي يتحلى بها القاضي عندما يكون قاضيا؟ القاضي في الشرع الشريف يجب أن يكون مجتهدا أو أن يكون وكيلا عن مجتهد يجيز له العمل بفتوى، أما القضاء في تبعا لكل دولة من الدول فلا أستطيع أن أفند ذلك لأني لا اطلع لي على قوانين الدول العربية باستثناء ما هو في لبنان، في لبنان نحن نشكل كقضاء شرعي جعفري جزء من تنظيمات الدولة القضائية، والقاضي الجعفري يحكم على وفق مذهبه دون قيد أو شرط على الإطلاق، لم تقيدنا الدولة على الإطلاق، بل في الدستور اللبناني مفخرت الدستور اللبناني المادة 9 منه قالت والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تضمن للأهلين على اختلاف مللهم مصالحهم الدينية ونظامهم الخاص بالأحوال الشخصية. نعم أم محمد، هل من فرق أقول أم محمد بين الإمامة والوصاية؟ الإمامة أوسع دائرة من الوصاية، يعني قد يكون الإمام قد يكون الوصي إماما لكن ليس دائما يكون الإمام دائما يكون وصيا، لكن ليس دائما الوصي مشطر يكون إمام، يعني وصي سليمان آصف بن برخي ليس إماما، الإمامة مفهوم أعظم، لا أعلم بحدود قراءتي وما تتبعت لا أعلم أئمة ثبت لهم كلمة الإمامة بأوسع دائرتها إلا إبراهيم عليه السلام، محمد صلى الله عليه وآله، والأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليه. أما الوصاية فقد يكون نبي وصي عن النبي، وليس بالضرورة أن يكون إماما، وقد يكون وصي وليس نبيا وليس إماما، مثل ما كان آصف بن برخية يوشع بن نون، هؤلاء ليسوا أنبياء، كانوا أوصياء لكنهم ليسوا أئمة. بين الغدير والمباهلة الحقيقة لا، خليني بين لك، المباهلة أمر عظيم جدا وأمر جليل، شو هيني أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله تاركا كل الناس، ذكر في القرآن يخرج نفسه علي بن أبي طالب
ابنته التي عبر عنها بالنساء والولدين الحسن والحسين الأبناء ليقابل بهم نصارى نجران بمباهلة. نعم يعني مباهلة أن نجعل لعنة الله على الكاذبين. فأخرج أعز ما يملك سلام الله عليه هم رهان دينه. لكن يوم الغدير هو عيد الله الأكبر. يوم الغدير تحددت فيه يعني لم يكن يوم الغدير حلقة منفصلة عن السلسلة لكنه كان يوم الذروة بالنسبة لولاية علي عليه السلام. حتما يوم الغدير أفضل من يوم المباهلة حتما، لكن هذا لا ينتقص من المباهلة شيئا، وبالعكس يجب أن نخصص للمباهلة حلقة. يعني الآن أنت أثرت عند الأمر يجب أن نخصص للمباهلة حلقة بل حلقات إن شاء الله. خصصنا حلقة ونعود فنتوسع في الموضوع مع النمش. نعم أخت إيمان. إيمان من النجف تسأل سؤال حقيقة عويص جدا، الإجابة عليه جدا يجب أن تكون دقيقة. نعم. إني جاعل في الأرض خليفة. طيب قالوا على نحو الاعتراض وعلى نحو الاستفهام، حتما الملائكة لا تعترض على صنع ربي. استفهام. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدر، أولا السؤال يجب أن يكون كتالي: من أين علموا أن هذا المخلوق عنده قابلية سفك الدماء والإفساد لو لم يكونوا مسبوقين بأحد أمرين، إما بخلق انقراض وهو ما ترجحه بعض الروايات قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، وإما أن لهم من العلم ما مكنهم من معرفة هذا التمازج بين الطين والنفس والروح أنه يؤدي إلى نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. جميل. لكن الحقيقة لماذا لم يلتفتوا إلى أن بعض مفردات هذا الخلق هي أسمى منهم؟ هذه النقطة نعم فاتت الملائكة، ولذلك أمرهم الله بسجود. السجود لم يكن لآدم فحسب، السجود كان لتلك الومضات الربانية الجزء الملكوتية التي أودعها الله في آدم فأنتجت مخلوقات تمردت على ترابيتها فسمت فوق الملائكة. مشكلة إبليس هون انه قال له يا رب امهلني لفرجيك انه هذا المخلوق ليس اهلا للسجود، انظرني الى يوم يبعثون فرجيك كيف احتنك ذريته، كيف احتنك ذريته، كيف اسري فيهم مسر الدم في العروق، وبفرجيك قيمته هذا اللي بدك تسجدني له. هذا كلام إبليس، هذا كفر إبليس. مع ذلك قال له الله لي الحجة البالغة إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، مش إلى يوم يبعثون، في يوم بدك تقتل به على يد ولي جده هذا الذي رفضت السجود له، ستضمحل إلى يوم الوقت المعلوم. نعم فات الملائكة أن يمكن لهذا التمازج أن ينشئ استعلاء روحيا هم لا يستطيعون أن يصلوا إليه. استكبرت أم كنت من العالين؟ ها العالون الذين كانوا نتاج ذرية آدم صلوات الله. إيمان سؤالك يحتاج إلى مزيد من التوسعة، استطعت أن أختصر بشدة كي لا أفوت. يعني عشر دقائق بعد ما هي عشر دقائق. طيب أم محمد. أم محمد أطلاق الغياب الرجع. الطلاق أيها السادة إيقاع، والإيقاع يكون من طرف واحد، واضح؟ العقد يكون من طرفين. إذا دخلت المرأة مع رجل في عقد
زواج يجب أن تعلم أن من مفاعيل العقد أن الطلاق بيده، إيقاعه بيده، وهو من طرف معه. فإن قال رجل لزوجته وهي في طهر لم يواقعها فيه، يعني ليس في عادتها الشهرية النسائية وليس في طهر جرى بينها وبينه فيه علاقة جنسية وليست مسترابة بالحمل، يعني لا تعلم إن كانت حامل أم غير حامل، الحامل إذا علمت أنها حامل يصح طلاق، أما المسترابة بالحمل التي لا تعلم أنها حامل أو غير حامل عند شك تأخرت عادتها، هذه لا يصح طلاقها عندنا عند الشيعة. ولا يصح الطلاق إلا أمام شاهدين عدلين، والعدل هو الذي يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات، وحسن الظاهر فيه دلالة على ذلك. عم تقولي صار مطلق 4-5 مرات، طب كيف بعدك قادم معه؟ إذا كانت هذه الطلاقات صحيحة فلا يجوز بعد الطلقة الثالثة أن، لأنه طلقة ثالثة طلقة بائنة خلص لا يمكنه الرجوع، إلا أن يكون في خلل بالطلاق إما من ناحية الشهود أو أنه طلقك وأنت في عادتك الشهرية النسائية أو في طهر وقعك فيه أو لم يكن هناك من شهود أثناء الطلاق أو لم يكن هناك من شهود عدول أثناء الطلاق، هذا الطلاق الرجعي يمكن أن يقع من الزوج غيابيا. الطلاق الخلعي غير الرجعي، الخلعي يقع من الزوج والزوجة بأن تكون الزوجة هي كارهة لزوجها، تكون الزوجة كارهة لزوجها فتبذل له. شرط الخلعي أمران، البذل والكراهة، فتقول له بذلت لك كذا وكذا كي تخلعني وتطلقني، فيقول قبلت البذل وأنت مختلعة على ما بذلت أنت طالق. أمام شهود عدول بالشروط التي ذكرتها، أن تكون ليس في عادتها الشهرية النسائية ولا مسترابة بالحمل ولا في طهر وقعها فيه زوجها. شو طهر؟ المرأة عادة تمر بفترة نقاء 21 يوم، بهال 21 يوم إذا كان هناك لقاء زوجي بينها وبين زوجها لا يصح الطلاق بهذه الفترة، بدنا ننطر حتى تأتيها العادة الشهرية وتنقاذ وتطهر من العادة الشهرية، فلا يقع وصال بينها وبين زوجها فيقع الطلاق صحيحا ساعة إذن. التفتي راجعوا هاي الطلاقات كلها، شوفوا أي منها الصحيح. طيب فإن كانوا ثلاثة صحيحين أنت حرمت عليه حتى تتزوجي رجلا غيره. أم علي، لو قال الله تعالى عينا يشرب منها عباد الله لما كانت طوع أمرهم، يعني شو معنات يفجرونها تفجيرا؟ يعني هم بإرادتهم يفجرونها فيصبح شربهم بها وليس منها، ليست مفروضة عليهم وإنما باختيارهم وإرادتهم فيشربوا بها عباد الله ساعة إذن. فهنا يتناسب. سقاهم ربهم شرابا طهورا للتفخيم والتعظيم، وإلا الله أجل من أن يكون له يد وكأس يسقي بها. سقاهم ربهم شرابا طهورا لتفخيمهم وتعظيم منزلتهم، أن الله سبحانه وتعالى سقاهم، كما قال عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني الله سبحانه وتعالى زوجها رسوله محمدا صلى الله عليه وآله، وهنا كذلك سقاهم ربهم. أما هناك سقوا من قبل زبانية جهنم، سقوا من الحميم والغساق الذي هو ليس بارد وليس كريم. شوف قديش دقيقة العبارة، أحيانا قد يكون الشراب ساخن لكنه كريم مثل الشاي، ليس باردا لكن شراب كريم مثل القهوة. في زبانية جهنم لا بيستعملوا لا البارد ولا الكريم، فسقوا هناك لتنكيرهم وتضعيفهم. كيف نجسد محبة آل محمد؟ الله، كيف نجسد حبنا لأهل البيت؟ هو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
تجسد في زمن غيبة إمامنا يا سيدة الكريم يا سيدة أم علي. إخواني المشاهدين، نجسد حبنا لأهل البيت بأمرين اثنين: أن نكون زينا لهم وليس شينا عليهم، فإن كان من أمين فليكن من شيعة أهل البيت، وإن كان من مفوه فليكن من شيعة أهل البيت، وإن كان من عالم فليكن من شيعة أهل البيت، وإن كان من رصانة فلتكن عند شيعة أهل البيت، وإن كان من حفاظ على السلم الأهلي فليكن عند شيعة أهل البيت. كونوا زينا لنا، حفظ النموذج. عبد الله بن أبي يعقوب، زرارة بن أعين، يونس بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن الحجاج، مالك الأشتر، النماذج الذين فخر بهم تاريخنا، كانوا زينا، سفراء الإمام الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، العمريان والنبختي والسمري، هم اللي جسدوا هالنموذج. هذا الأمر الأول. ثاني، حفظ الحد الأدنى من مصالحنا كجماعة. ليش نحن مسيحيين إنا شيعة؟ أبدا. كيف نحفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة؟ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. ليس على نحو إنشاء جيتو انعزالي عن مجتمعنا الإسلامي إطلاقا، إنما على نحو أنه أنا بدك تطلع تحكي يا محمد كنعان على التلفزيون، طيب احكي ما في مانع، لكن ما بتقول أنا وصي الله وظله على الأرض، لا 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 أبدا، بحكي رواية عن أهل البيت، وإن قلت رأيا أقوله على نحو الاحتمال وليس على نحو الجزم، لأنني لست مؤهلا لهذا. أما لا أن أتسلط على الرقاء بحجة هذه العمامة التي هي على رأسي فأطفي على عملي نوعا من القداسة يمنع الآخرين من انتقاده، قد وضعت نفسي في موضع المعصوم، وبالتالي هنا تجاوزت حبي لأهل البيت لأستأكل الناس بهم والعياذ بالله. حفظك الله. نعم، نجسد حبنا لأهل البيت بتقوى الله، حفظ النموذج وحفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة. أحمد غزال مع حفظ الألقاب، بدك تساوي طبيب روح سوي، تساوي مهندس ساوي مهندس، تساوي وزير ساوي وزير، ما في منه. لكن ممنوع أن تستعمل هذا التشيع للطبابة فتقول إن الله دخل في يدي وفي مشرطي فأجريت المرارة لفلان فشوف، لا ما مسموح لك لأنك لست معصوم. مش مسموح لك تعمل وزير وتقول الله جعفر بن محمد كلفوني. احفظ الحد الأدنى للجماعة، إن أحسنت أحسنت لعمومنا، وإن أسأت إساءتك أنت تحمل مسؤولية. صحيح، أحسنت. ومسايك من كربلاء يمكن عم يقولي بعد عندي دقيقتين تقريبا أو ثلاث دقائق. نعم، أن السيدة زهراء صلوات الله وسلامه عليها ما كانت حاملا بالمحسن أو المحسن، في منهم ذهبوا أبعد منه، هذا من يقول أنها لم تكن حاملا سخيف. ليش؟ لأنه الروايات في هذا كثيرة جدا، يكفي أن نراجع كتاب مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي لنعرف كم نقل من علماء السنة والشيعة قضية إسقاط الجني. في منهم لا، قالوا إنه درج يعني دب أو مشى قليلا، يعني كان عمره سنتين لما توفي يا رسول، يعني مات مو بسبب عصرة الباب، هو طفل أصابه تيفويد أو شيء من هذا من أمراض المدينة وتوفي. هذا النساج الثاني أخبث من الأولاني، الأولاني حاول يطري نور الشمس بيده ومعملها، الثاني لا قال درج مشى، فإذا توفي مثل ما بيموتوا هالأولاد الصغار في المدينة المنورة بالحر يا حرام، شوي تفوق ضربة شمس، ما أحسنوا تغذيته أهله مات، فما بعد في جريمة.
الباب عليها حاقد عصر الزهراء والضلع انكسر نبت المسمار في أضلوعها ومن الثدي دم الطور انفجر سقطت للأرض حتى أسقطت محسنا ميتا بأيدي من عصر. أقول قولي هذا. أحسنتم صراحة الشيخ وشكرا جزيلا لكم على جهودكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على متابعتكم إلينا في حلقة الليلة. وقبل أن تخطو عدسة برنامجنا كربلا-tv.net لمتابعتنا على شبكة الإنترنت الدينوت والحياة @كربلا-tv.net بخدمتكم لمزيد من المتابعة. ملتقانا يتجدد بعون الله الأسبوع المقبل بصحبة السماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. حتى الملتقى دمتم في أمان الله. هذه تحية الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.